يعني اصله الكنائس الكاثوليكيه لما طبعا احنا بما انه احنا يعني سبع طقوس، يعني الكنيسه الكاثوليكيه واحده وفيها لغات متعدده، طقوس متعدده، تنوع، لكنها واحده في الايمان وفي النظام، الناحيه النظاميه يعني، مع استقلاليه كل يعني كل فئه. يعني احنا لما نقول احنا مثلا احنا اقباط معناه ايه؟ يعني احنا مصريين بنستعمل الطقس القبطي، دول مثلا موارنا معناها لبنانيين بيستعملوا الطقس الماروني اللي هو اللغه السريانيه كمان، يعني السريان بيستعملوا السرياني وبيستعملوا الطقس بتاعه، الارمن هكذا اللي هم من ارمينيا اصلا لكن هم منتشروا في العالم كله، فكل فئه من دول لها لغتها، لها تقليدها، لها قديسيها، ولكن في الاخر الاتحاد مع بعض تحت الكنيسه كلها. يرأس الكنيسه الكاثوليكيه في العالم كله البابا فرانسيس مثلا او اي بابا يجي، ثم كل كنيسه لها استقلاليه. يعني هنا احنا عندنا الكنيسه بتاعتنا مستقله في حياتها، يرأسها البطرك مثلا وهكذا. فيعني هل الكنيسه الكاثوليكيه بتهتم بعدد الكنائس ولا بدور الكنيسه في يعني طبعا ما نقدرش ننكر انه عدد الكنيسه طبعا مهم، لكن احنا مش عايزين نبني كنايس في اي حته وخلاص. يعني احنا لما بنيجي نقرر نبني كنيسه بنقول في ناس موجوده هنا مثلا، لكن المبدا دلوقتي ان كل المدن الجديده الناس دلوقتي بقت، زمان ما كانش في هجره كتير داخليه يعني، دلوقتي فيه، فاحنا دلوقتي في كل الاماكن الجديده بنبني كنائس لما بيعطى لينا اللي هو التخصيص مثلا، فبنبني كنيسه. في بعض الاماكن العشوائيات مرات الناس بتكون قعدت وبتاع، فبنلاقي مكان يتبني كنيسه مثلا، بيتعمل كنيسه. يعني انا مؤمن بانه انا بشهد للمسيح والمسيح بيقول حبوا، حب قريبك، ومش بس قريبك لكن كمان عدوك وهكذا. فانا بالنسبه لي ما بعتبرش انه في اعداء، لكن في ناس مثلا ممكن يفهموني غلط في، لكن فانا بتعامل معاه، ومرات كتير جدا يبدو في الاول انه عدو ثم بعد كده يبقى صديقي، يبقى اخويا. يعني نتيجه ممكن يبقى عنده خوف في الاول، ممكن يكون عنده قلق، ممكن يكون عنده حاجه، بعدين ممكن يكون عنده فكره غلط من الاول يعني، فلما بيكتشف هو بيبتدي يغير موقفه. فانا اظن انه الموضوع من حيث الايمان هو في كل الايمان المسيحي في كل الكنائس هتلاقي نفس الحاجه، لكن في ثقافه كمان، في ثقافه مهمه جدا يعني في الموضوع. انا مثلا يعني بقول انه مثلا بالنسبه لي انا مش خايف من التاني، انا اتعلمت، درست فلسفه، درست يعني الدراسه عندنا برضو بتلعب دور في كيفيه التكوين. يعني بالنسبه لي انا حتى الناس اللي بنعتبرها وحشه، حتى الناس اللي بنعتبرها في ناس يقول لك كافر ملحد، حتى ده بالنسبه لي هو محط اهتمام، مش عشان مش بالضروره لازم اكسبه واغير له، لكن انا عايز يعني اساعده واقول له انه ربنا بيحبك من خلال محبتي وتقديري ليك يعني. فهو بعدين اسيب بقى ربنا هو اللي يشتغل جوايا يعني، انا مش كل واحد انا هكلمه كلمتين يروح يسيب حاله، لا، في مسيره الشخص نفسه يعني.